على الرئيس فيما يتعلق بقرار الرئيس برفع الجلسة، مثل كما تفضل سعادة النائب خالد بوعنب، واضح المادة 71 تقول إذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من إعادته أعلن نيته وقف الجلسة، فإذا استمر الإخلال فيقرر رفع الجلسة طبعا بصورة مؤقتة، مؤقتة يحددها هو 10 دقائق نصف ساعة، فإذا استمر الإخلال هذه المادة صريحة. شلون كيف غلط؟ كيف هذه المادة موجودة في اللائحة؟ موجودة في اللائحة إذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من إعادته أعلن عزمه وقف الجلسة. الآن يعني أعلن عزمه وقف الجلسة، فإذا لم يعد رفع الجلسة لمدة لا تزيد على نصف ساعة، فإذا استمر الإخلال بعد إعادة الجلسة أجله. الآن سؤال سعادة النائب خالد بوعنق، بعدما معالي الرئيسة رفعت الجلسة تم إبلاغ مع وطبعا رفعت الجلسة نهائيا وليس مؤقتا، نعم رحلت، وهذا الإجراء أكيد أنا متفق معك لا يتفق مع أحكام المادة 71، ولكن تم إبلاغ معالي الرئيسة أن أصحاب سعادة النواب موجودين فعادت.